أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يرتد المسلم بنيته في قلبه؟ نعم. هل يرتد المسلم بنيته في قلبه أم لا بد من التلفظ بالردة بلسانه؟ سمعتم أن الردة تكون بالقول باللسان، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وتكون الردة بالعقيدة، عقيدة القلب، ولو لم يتلفظ، ولو لم يتلفظ يرتد. إذا اعتقد الكفر والشرك بقلبه فإنه يرتد، وتكون الردة بالفعل، كما لو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بالأموات فإنه يكفر، ردة بالقول. وتكون الردة بالشك، كان يتردد في صحة الإسلام أو عدم صحته، أيهما أحسن، ما عليه الكفار أو ما عليه المسلمون؟ إذا تردد في قلبه صار مرتدا، يعني هذا شك في دين الله عز وجل. نعم.